19 كتبت سمع لك يسكنوها الحاج سكنوها دي فرنسي اول مره مش العرب كانت تكون هبات تقول لهنا كوسر هنا راحوا كانوا حاكمين الديار لهنا في البوكيمون كاري والبوكيمون سيارات كنت معبي الفنتين يا خويا كنت فيها رجال كنت ناس عظماء كنت خلف من المسيكون سات انا خلت له 5 سنين سيكون سات لي سيب 5 سنين الكالتي تاع القوميه اللي كانوا فيها العرب قوميه تما كانوا يبيعوا خا لاصاص هاي لاصاص شفت القهوه هذيك ها لاصاص هذيك اللي حاطين الزر لاصاص هذيك تاع القوميه وين جات اكزاكت وين جات اكزاكت هيك ها ارواحنا عندنا التاريخ الهاي وين هاي لاصاص وين لاصاص هذيا شفتي هذيك وين كما بين خضرة هذيك الدخله هذيك كل تاع قوميه هذيك كانوا يبطوا فينا كانوا هنا يعطوا لنا السيارات لهنا زوج سيارات كانوا زوج سيجار لهنا واحدة من هيك واحدة منا وسيارات يعيشوا علينا سيارات لهنا القومية يضربونا القومية وسيارات ما يحبوش الكفار ما يحبوش باش يضربونا هو كفار عليهم قومية يضربوا العرب يضربوا فينا سي محمد قلت فيه صافي كان يسكن مع الدورة من هنا ولا فرماسي تاع دخيل هذيك لا هنا هيك وانت بابين خضر الدخل هذيك كل تحم هذيك تاع قومية عاملين واحد من الفوق وكاين الكارتي تاع القومية اللي من اللورة هذاك شايفوه مع اللورة خلاص كاين كارتي قومية عيطوا له هذيك برج لود هذاك عيطوا له برج لود لاري مرسور ميرا ولاري بورني فهمتيني ما كانش الحوان تدي كل كان لابلاسات كانت رجال كانت الناس والكبير كياضي يقدروه الناس الكل فهمتيني يقدروه الناس الكل درك اللي راه تخلط ما بقاش ولد عمي كما بكري وهذا هما نقول خويا انا نقول لك مالا كانوا كما يقولوا خاوتنا قلت اعوذ بالله القوميه العرب اللي كانوا لهنا كانوا يضربوا العرب خاوتنا يضربونا القوميه بلطوا فينا كانوا قوميه سكوت اللي كان هذيك نعتها لي معليش هروى هاي يعطيك الصحه الحاج هذيك كانت لصاص نعتها لي هروى مالا نكملوها اخويا مع المغرب نجيبوها مع المغرب اه الحاج لصاص واش كان الدور تاعها لصاص هذيا قوميه تاع فرنسا سما قلنا لنا ديرو دي كون ان كون وي ها يا خويا باش الناس تعرف التاريخ تاع البلاد هذيا احنا ولادها ما نعرفوش منكم انتم نتعرف نتعلموا علاه شوف فيليب من هي فاش كرتموها وين هذا شوف فيليب تاع كيما يقولوا الدفله الدفله هي يقول هو شونفيليب قاوري عيطوا له كانت فيها الدفله بزاف لهنا قاوري عيطوا له شونفيليب القاوري مي كانت فيها الدفله ديال الحكومه هذه كانت شينا جنان كانت شينا جنان قد ما قد وكان لورانجري جيست اكوتي كان واش كان فيها لورانجري لورانجري سكن فيها غير المقاطم خاطرش كيما درك غير القور ها 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 وعلى سموه لورانجري كان فيها اوندي تشينا كيما يقولوا هكذا ها سلام كاين النوار يعيطوا لها لورانجري يعيطوا لها كشغل هي الملاحة راني باهي اها فكرتي مليح لورونجري ساكن فيها غير الناس سلام على ياسمين يضرب ياسمين فيه هذا لورونجري ومن بعد وين شو اسمه ليليزا تحت ليليزا وروحها واش معناها سماها ليليزا والله ما عم بالي نعت لي تاع لاصاص برك الحاج لان التاريخ هذا قليل اللي احنا ما نعرفوش احنا صغار منكم انتم اللي تعرفوا ولد الولد الحومه هذا عندي الاخره هذا احنا عتاد لاري ميرا و تاع لاصاص تحتها هذا نشوفها هذا ها يا سيدي ها هذه الرصاص انا عملت فيديو هكا جيني على القصه ونجي كرتي يعجبني نجي نورمال ديريكت ها روحنا عتي هروه هاك بالعقل هذا تاع القوميه كان لاباط بالعقل هذا هو الرصاص ما هذا الحيط هذا حتى لتحت هذا كان اونري بيرو تاع القوميه هذا شوفوا هذا العلامه هنا وهذا لاريميرا هذا هذه من الله هذه كامله هذا تحت هذه راح الدوره حتى ندور الدوره على الروات هكذا ومن بعد برمه الغاز والواد من هنا يخرج حتى الطنجره كرتي عوادي كامل من هيك كرتي عوادي كان هذا جنانات شبه هذيك كان والكرتي هذا واش عيطوا له هذا اللي مباع على فرماسي هذا هذا من هنا لورونجيري من هنا يبدا لورونجيري ماله والكرتي اللي تحت خلاص مع الطريق مع الاخر خلاص ادروات هذاك كارتي قومية حتى هذاك يعيطوا له لا انت كنت لامباس هذاك ايوا هذيك كارتي قومية كانوا فيها القومية صافي هذا الكون هذا تاع لاساس تاع القومية لاساس بيراو تاع وقت فرنسا كيقول علم احنا صغار كنا عديو لازم نقردفونا نمشيو ستاشي نمشيو تاع فرنسا هذا هو برك ثم من هنا تبدا لولي راس هذا كامل هذه كامله لولي راس تبدا من هنا
يعطيك الصحة الحاج. الله يسلمك. في الأمان. صحة. هاي ستو قريب المغرب. بطيمة تاع السيارات لتحت. هاي اخويا انا جبناها بخسك. شفتوا القومية وش ربحت؟ قام يدعي عليكم من دركة، يدعي عليكم بالشر. نروحوا جهة الفيوزك من هنا، وهاي الباطمة تاع السيارة الطويلة هذيك. كل هذه زركات لعنك تشوف، كاين واحد اخر بوراك على النبي هذا. اوشوا هاي من هنا. واه جماعة لولي راز، هاي انا جيناكم. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. واش عيطوا لك الكيوسك هذا؟ هاي سميه لي. هاي ها احكي لنا على لولي راز، قال ما تيليبورتاج على الكارتيير تاع النابه. هاي عليكم حاجه سبيسيال تقولوها. قال لك بكري كانوا فيها القوميه بزاف لتحت، كارتي القوميه لتحت وكارتي سيارات و ها ساحة العالم مية. احكي لي. هاي 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 نفس قلت مع جماعة، احكي لي شوية. هاي شكون يحب يحكي؟ هاي احكي له الفضل. هاي اخوي سوي وش عم تحكي؟ لا تلفزيون، لا مش تلفزيون. نو 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 با تيلي حبوا دبان. وكان ود الغربة، كان احنا نعطوا لي كارتي تاع حتى اللي في الاخرين في الجزائر. هلا بها. السلام عليكم. هاك تعرف لولي راز اروى. هاي اخويا انت مولاد لولي راز، نعمل فيها تي فيديو على الكارتي لهنا، حتى تاع الكارتي تاعنا حاجه اللي تخصها باغ اكزومبل، الحاجه اللي الميزه اللي فيها الكارتي هذا، اسكو الناس هما مضيافين، ما كاش مشاكل، كاين الناس يرحبوا بالبراني. عندنا حاجه شريف ربي يرحمه الامام. حبوا تبانوا تبان تبانوا، انا ديما نكوموندي. ما فهمتكش. قلت نعمل فيها تي فيديو على الكارتيات تاع النابه هكا. هكا اماتير ماش. اكزومبل واش نقولوا لك؟ هو تاع جورناليست. مش لي جورناليست، لا لا كيف كيفك. جست هكا هوايه برك. نعم. هكاك نقولوا كاك، جست هكا واحد. عندك تقول لها المجموعه اللي حابه تبلبط البلاد تبلبط. ها تدخل وتشوف. تبلبط لا والو معايا. معنيش تبلبيط انا. لا لا خويا وكلش بالبيان هنا. هاي تحب تبان؟ روح هاي تبدا. هاي بسم الله. هاي وش عطوها البلاصات هذه صح؟ هذه البلاصات هذه ساحه العالم بكري. هذه اسمها القديم شونفيليه. هذه اسمها القديم. بانت لك لاباج تلقى خطا عيط لي. هاي احرقني ديريكت. القضيه كيما كتاع باج لكن تاع هواه بركا. هذه قلت لك فكنا منهم بركا، يبقى الطيارات المكسره اللي يبعثوا لك ويعرفوك بلاش. شكون يعرفوا؟ لا درك ولات حتى المهابل تعمل في الوحده اللي يقعد فرح شغل يديرك يلقى تروطوار معوج يقول له هاي. لا 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 احنا نعطوا التاريخ، ماناش تروطوارات اخويا، احنا نعطوا حوايج تاريخيه يستفادوا كل من الاول. انا تفضل خويا. منا كان الكلاس راه صنع. ها روح نعمل حاجه احنا هوايه خويا. اسمح لي يا خويا. نورمال نورمال مش مشكله، احنا مشنا من الجور هذاك، احنا من الجور متقفين ونتعلموا احنا خويا. هكذا نتعلموا من بعض. هاي خويا العزيز. شوف منا كان كلاس. اش كان؟ كان كلاس تاع الحصنة. واش البلاصه؟ لهنا. شفت الطونوبيل هذيك؟ اها. معليش نعملوا تيتاك من المغرب برك خمس دقائق ونروحوا. هاي خويا. كان لافاج. كانت الراية. كانت راية؟ كانت راية. منها كانوا في فرودالة كما نقولوا احنا. لا نحكي لك وقت سي كونتروا، وقت الاستعمار كما يقولوا احنا. باطمة تاع السيارات من تحت هكذا؟ من تحت.
اها يا اخي هذاك استا بليزير واحد يتفرج مش صاحبك بان قال حاجه اخرى انا مش من الجوره هذاك انا متواضعين اخويا وتحكم وحدك من بعد هاي احكي لي هاي من هذه كانت كلاش كنت الناس تركب تاع الحصن هذاك هاي معلومه جديده هذه اول مره عرفتها كانت من هذه اللي كنا تحصن هذه وليك الباطمه تاع السيارات باش نصورها من ندوروا من هنا في تفيه هاي خلينا ندخلنا ولاد الولي راز ودخلوك نديروا لك الطريق الناس وكاد عندنا فاميليا بكري عايشين هنا احنا في الولي راز معروفين نسميهم لك بلوكا تعرفني شكون امشي برك وبعد نقول لك هاي نمشي هاي يا خويا هاك شوف دخله كيما هذه شوف قواس كذا شوف حاب تشوف باطمه السيارات هاي هذيك كانوا ساكنين فيها سيارة ناس وقت فرنسا شوف الكارتيات هذوما انا كنت لا فامي تاعنا بكري كانوا عايشين نص بكري يا بس عندي فامي تعرفهم سير تعرفهم ودخل المغرب اها خويا قول لي منو سيدي ما كانوا ساكنين فيها من العسكر دخل في راك في الراس دوك تلقاه سما اللي سكنوا لهنا الاولين عندك هنا اللي كان اه يا خويا معليش مخي انا راه يكون مسكان ونعرف هاك تشوف اخويا الله يبارك هاي اخويا كارتيات هذا ليش بسم الله هاي عم طلعت تشوف خلينا ندخلوا من هنا هم تعرفها انا تقول نجابك يا ودي انا ما نعترفش بالك ما نحبش نعتر انا اي والله لولي راز هذه شوف الحق نكملوا مع المغرب وراح نصليوا راح صافي بليزير اخي والله كان بكري صحيبي كان هنا طبيب لهنا بكري خلاص كلها طب هذا قبل كان طبيب لهنا فارس هنا جمال اها هاي السياره هذه باطم السياره هذه السياره هذه سياره ناس هي من مرمى كان سياره ناس تاع فرنسا نروحوا من هيها اها هيك الجنازه هاي كان جنازه بعد ندخلوا منها معليش مقفوله اه هروا ندخلك السياره تقول تشوف السياره وقت المغرب نكون عدي من تما بالك نخويهم من هي هروا مع المغرب جيست مع هاي الباطمة هذه مش عطوها الباطمة هذه؟ هذه باطمة كاري هذه باطمة كاري اسمها مخدومة أندري كاري يعني. كاري يا أخوي نمدوا البليزير للناس اللي عايشة في الخارج وحتى اللي كارتيك يتسمع لولي روز حتى اللي عايشين في وهران عايشين في مستغانم عايشين في بالعباس شوفوها يتفرج يقولوا شي لولي روز هذه هاي خويا باش الناس برك اللي ما يحبش يصور تعرف كاينوا عباد الله غير نقولوا حنا ما نحبش نصورهم لازم بديو الاذن اخويا نجيب لك واحد صح صح والله هاي يا خويا قال يروز مليح او جهاز البومزين السلام عليكم هاو يعرف لالي يروز السلام عليكم انا نصوروا على الكارتيات تاع البلاد باش الناس اللي عايشه في الخارج وبيك صور رسمه صور المقدمه حتى هذا الحب دبان ما دبانش عندي من ادم مرحبا بيه هاي اخويا وشوف البلاد واش يحبوا في البلاد ها الزاويش اخويا بومزين هذه هوايه ولا وش هذه هوايه كبيره يا هوايه اخويا يا مولاد لولي راس اخويا ولاد الغربه يعشقوها خلاص ربط بالرمضان الله واش تحكي لنا على لولي راس هذه كارتي سي باطم سياره هذه اها هذه باطم سياره وهذه باطم كاري باطم كاري زيد وهذه من هنا باطم الديب باطم الديب هذا كان شيخ الديب شيخ شيخ الديب الشيخ هاني في نص ولاد لولي راز يقول لك كذا وكذا هاني في نصها ما خاف اه يا اخي كما فجرت لي حاجه هاي نورمال ها ادي التليفون ديو يا اخي ضيفوني ضيفوني لا باش يقولوا بالك كمية هاو تليفون على المباشر علينا نظره مش هامله اها يا اخي هاني ان شاء الله ربينا في الخير احنا الحمد لله جينا هنا راح ما يقيسكش في الغربه باش واحد حنا في الغربه احنا ماذا بينا يشوفوا فيديو كيما هكا يتفكروا الايامات يتفكروا كاين ناس 15 و 20 سنه ما هبطتش صافي بليزير سلمونا عليهم وبالك نوصلوا قبل الاسلام ما تدريش ان شاء الله كل شيء بالمكتوب هذه كل واحد ودالته كيما يقولوا ترميشه صح الدنيا ترميشه اه وي او يد العدان راح نصلي مي معليش نجم نكم ستو شويه لهنا ها شوف دوك نصلي ونجي ونخليه لا ها نصلي برك ونجي معليش ها كنا بلوكي هكا ونجي هنا دخلنا المسجد وقت المغرب دوك نعاود نرجعوا للجماعه ان شاء الله هذا
وحطيت الصباط. نعم حطيت الصباط نسيت انا. اهو لكن عاود نرجعوا ل هذه لولي راس مشتا لولي راس. وش اسمه المشد هذا؟ عقبه بن نافع. يا ربي عقبه بن نافع او قصيته قيل الفيديو على المغرب. كان راحوا لهم في دفيق كان ما راس الماء عليه. قال لك باطيما كاري باطيما سياراس. اول كنا هو الكيوسك تحت الظلمه كيوسك تاع بكري هذا. جماعة الغربة شوف كرتيات بالأقواس هاكا الضو صافار هنا. بالرجوع وينو اخينا راحوا لهنا اجمعين اخويا يعني رحت وجيت. ها كلمه راس المال نمشي بالكلمه انا ما عنديش راح ندي منكم انطباع هكا على الحومه. شوف الحومه ما شاء الله تسمى من بكري. بكي الحومه دي انا باش نمدوا انت بعد ما مليعه عندنا عنابه وعلى بلادنا و سيتو لي كارتي شو كيما نقولوا. لا هذه من بكري ملاح من وقت الطور. هي ملاح واش هي سي تاني كول هذه مدرسه تاع التحلاب في كلش. رجله في كلش مهما في البالون في البالون في كل مهما حاجه. وشنا حاجه واحده برك بقعه دي خرقوها ياسر. يا هذا قاعد نقول لك انا خرقوها الناس ياسر فاهم. بقعه لبس بها الناس كانوا ولاد فهميله وطيبين ودنيا وكل شيء فاهم. في زدوها هذه مناطق برانية وهو ما كان فيه عشيرة. هاني قاعد نشوف هاني في نسخة نورمال انا. هو يديروا له روز ويحكموك ويديروا له ويعملوا له ما كان عشيرة. فاهم الناس كل قاعدة تجي الناس كل تحوس من كنت الاول داروا بيك. نو عادي خلاص الحمد لله. ديما نعدي انا دي بخاسك. كاش ما نهار واحد قال لك ارواح ولا مرداك ولا جامي. نو الامن والامان هنا. اسمع الحي تاعنا من بكري مليح. خرجت رجال كما يقولوا من زمان يعني وقت وقت الاستعمار كما يقولوا. سون كونت حاب يقول قوميه لتحت هذيكم تاع العصاص هذوكم
هذوكم اللي باعوا ظهورهم هذوك. هذا خرج البطل وخوه. وكان اسامي تعرفهم تاع شهداء هكا كانوا لهنا عايشين هنا قبل. ش اسمه شهدوا التاريخ تاع وقت الثوره الجزائريه. ديدوش مراد او كمل الملعب مسمي ديدوش مراد هذا. احنا عندنا. احنا عندنا مشاهدين كبار تانا هنا. وكاين اللي ماتوا. ثم هذوك على بريبار مات. ثم كبار مش كبار. والوقت هذا كان اذا ما تشفاش يكون نحكيو لك جدودك ولا باباك بكري الله يرحمه يقول لك كان مازال حي. كان اسمها شهدت يعني عمليات تاع وقت الاستعمار هنا كونتر لي فرونسي مثلا كانت عمليات فدائيه. ما دار هو. ودي ساحه العلامه دي ولا وش عيطوها الساحه هذه؟ يحكيو لنا عليها بكري. ايه وش حكاو لك؟ انت شو تقول لي انت؟ كيما هادي باطيمون سيارات. هادي. هاي اللي مقابلتنا هادي. ولا يعيطوا لها سيارات. كانوا ساكنين في عسكر لسيارات. وقت لي فرونسي اللي العسكر تاعهم. اللي كانوا يقتلوا في جدودنا شهداء. فاهم هذوك كانوا يسكنوا هنا. ومن بعد بالعقل بالعقل دخلوا. وقت الثورة. دخلوا. سمعنا كانوا يسكنوا غير الفرنسي هنا اون جينيرال المالطيه واسبانيول كانوا اونديري عايشين هنا مش ما سكنوش العرب الاولين ما كانش العرب العرب هون ساكنين وقت سكنوهم لهنا شوف تكون فاهم خويا العرب هون ساكنين بكري وسمك الله يبارك لك اول حاجه فتحي خويا فتحي العرب هون ساكنين ساكنين في لاسيتي وزاس برمة الجاز دار الميرا راني ميرا تبع لي من راني ميرا تبع برمت الغاز تبع برمت الغاز اها لا كولون فان كون بلون هادو من الحي هي شعبيه تاع العرب قديم 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 ياس تسمى من بعد قبل ما تتبنى لا لي روس كانت غير برمت الغاز صح اونسيان برمت الغاز شبيه ولاد البرمة أقدر وحرمة هم يقولوا خويا يعني قاعد نسمع أنا رحت لهم ديجا الله يبارك قهوة بوبي هذيك اللي جا فيها العنقة صغرنا فيها العنقة و... يعني قلت لك ولاد البرمة همة وحرمة ولاد لولي راز رجلة كملها يا أخويا واش نقول لك احنا والله قلت لك يا أخي كلش رجلة وهمة وهمة هاي بالون واحد ميلا كيما لوري روز في عنابه كامله مش كاو تسكن هنا لا 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 نورمال سمي لي اسامي تاع لي جوار قدم لعبوا في اليازما مثلا هكا شكون هما فيهم ياسر سمي لي هاي ليكيب القديمه تاع عنابه نعرفها قطا يا خلينا مش كلنا قطيو هنا هنا قبل علي مسعود رابات نو شوف معيزي دوك نفهم خويا هاي عنابه كيفاه حتى انطلعت كيفاه حتى انطلعت عنا كانت قبل الحمراء قبل ومن بعد طلعت لي زمان عن بالي وقت بالوصيف لا عنا بقى كيفاه حتى انطلعت عنا قول لي خاطر لعب بالوصيف ايوا مصطفى الله يرحمه الله يرحمه عنا بقى كيفاه حتى كونت كيف كنا نلعبوا بكري كنا نلعبوا بكري لي تورنوا صح تاع رمضان فاهم لا كولون ديريكي بلانتيا ديريكي جبان كيود ديريكي بلا بلاص دارم بون بلون هاك تعرف ونلعبوا في رمضان عاكوب واش من البلاصه كنتوا تلعبوا واش من استاد بلاصه تلعبوا فيها؟ استاد هذا لورا هذا استاد هذا تاع من ذكري هذا حتى وقت فرنسا من استاد هذا من وقت فرنسا استاد هذا قديم ولعب فيه دحلب ولعب فيه شوف لعبوا فيه ناس القرم هذا استاد قديم قديم فهمت ورا الباطيمه هذه كان كان استاد فهمت سمعت ديتوش مواراتك كنا نلعبوا لي تورنوا كل رمضان نديوها احنا هكاك اسمع اهدر فهمت ولا سقسيها نورمال عادي ولا الميال كي غاني كان نحكيك لوجيك فهمت كل رمضان نديوها احنا واحد العام جا الوالي اها ثم يجي على غرابه كيما يقولوا لا باهي مد لاكور باش هو يمد شكون يربح هو لا فينال لا فينال نلعبوها في الشب صح في الشب نلعبوها الوقت هذاك ولا نسيت شكون الوالد بغدادي لا بغدادي العلاونه انا هذا العلاونه قلنا وجال تما قلنا شكون رايحه تلعب اليوم
قالوا له لا روز. قال لما السي محمد يعني اني عندي بها اي لا روز راح تلعب او كل عام هم صبر يا صبر بصح كنت رمن مع من رايحين يلعبوا حاره قالوا مع لا روز ايه كنت بعضها ما ادربني وش يعني سما منها خدموا ليكيب تاع يزمان يرحم هذاك سما تم خدموا ليكيب تاع النابه يزمان كان البو كان معايزي قطاي تاع علي مسعود نسمي لك اولاد لوري روز سمي لي لا سمي لك اللي كانوا يلعبوا قبل هاي كان ابو عصيده ابو عصيده ها غارديان غارديان اها كان عندنا البو البو دو يلعب نيميرو دو يلعب دو لا اله الا الله محمد رسول الله بشار اسمه بشار عفوا بشار عندنا بابا يامي اوه علي بابا يامي طيح على رقبه يا بشار بكري يقول له الفطار يدخل هيجه عندنا بابا ولد لوري روز بابا عندنا بنساسي بنساسي كاينه منها نشفى عليها عندنا مودي مودي وي ديس كان فوق كان قبل قطاي عندنا شحا شحا رضوان شحا لا خوتي رضوان لا وتكرتي ولوري مش رضوان لا شحا شحا نشفى عليه يلعب 11 إلي غوش دروا ولا غوش خمسة ديجا نص ليكيب عمراوي لا الكارديان عمراوي من هنا مش من لوري روز من بعد قال لك لا نجيبوها كل من لوري روز لا ما تصلحش عندنا لي جوار ملاح حتى حنا ديجا خمسة سانك جوار ديجا ديجا لا وزيد لا وزيد عندنا لي جوار ملاح يلعبوا في الجزائر كيما علي مسعود من لوري روز حتى هو لا مش منا خويا روح روح خويا روح مغربي راح طيح لا باتري وروح انا صاي كمل درك نكملوا بك قول لي سمع النبي جابوا علي مسعود وجابوا رباط رباط حسين سمع قرم كيلعب في الياس مدالجي هو الياس مدالجي كان يلعب جابوه وزادوا جابوا جغال حفيد ومالك الله يرحمه مالك من بعد جا دحنون ومن بعد جا ولد عدنا كيف اخويا وش نقول لك طلعت في عامها تشالا مع مصطفى سلام سلام خويا صح هذه يسمى هذا الاوفيسيال ودركا تبدلت تبدل المجتمع تبدلت الدنيا شوف هو كملوا الفيديو بقى دقيقه نكملوا الفيديو وروحوا وروح دوكا كان دي زونترينر ما عندهمش علاقه بالفوتبول والله لي روز بلاد الفوتبول احكي لي قاعد يحكي لي اخوان خويا فتحي كاين ناس ما عندهمش علاقه بالفوتبول ولاو دي زونترينر تحير صدقوا احنا عندنا خونا مريض في الهداف هضروا عليه بالساسي بالساسي يسكن هنا يسكن هنا بطل السياره وجامي دعب خليك اشنا نصور نروحوا نزوروه وجامي دعبوا بالساسي مش فاليه دعبوا بالان ولو دي زونترينار تحير سنو من احياء الشعبيه كانت ايكيب قبل كانت يزمان بك شكون مودي من لوري روز